تعالوا نتكلم عن هذا الهاتف، هاتف اونر 90. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أول جهاز يوصلني من أونر، وهو جهاز فلاجشيب يعتبر من الأجهزة الرائدة. هذا الجهاز في بعض المميزات اللي ما تحصلها بالهواتف الثانية، أو نادر أنك تحصلها في بعض الهواتف. خلونا ندخل بالتفاصيل. إذا تتكلم عن وزن الجهاز، 183 جرام، يعتبر من الأجهزة الخفيفة. حجم الشاشة 6.7 إنش، الرزولوشن يعطيك 2K، والشاشة اللي موجودة من نوع أموليد. معالج الجهاز يعتبر من المعالجات الجديدة، سناب دراجون 7 جنريشن 1. والجهاز فيه منه عدة اصدارات. الاصدار اللي موجود عندي 256 جيجا مع 12 جيجا رام، قابلة للزيادة 7 جيجا رام زيادة من الذاكرة الداخلية، بما يعني 19 جيجا رام. الكاميرات اللي موجودة بالجهاز كاميرات جدا جميلة. الكاميرا الأساسية 200 ميجا بيكسل، وتصور لك بدقة 4K، وفيها زوم 10X. أما الميزة القوية في هذا الجهاز فهي الكاميرا الأمامية، كاميرا السيلفي، فهي عبارة عن كاميرا 50 ميجا بيكسل تصور لك 4K، بما يعني إذا كنت أنت صانع محتوى أو تحب تصور نفسك، تحب تصور ذكريات، تحب تصور باستخدام كاميرا السيلفي، هذه الكاميرا تعتبر جدا ممتازة. طبعا ما راح تقدر تستخدم قوة 4K على برامج السوشيال ميديا مثل السناب أو الانستغرام، بس تقدر تصور بكاميرا الجهاز الأساسية إذا كنت بتحفظ الفيديوهات لنفسك، أو تبي تسوي عليها بعدين تعديل باستخدام أي برنامج مونتاج مثلا، راح تكون الدقة اللي موجودة عندك 4K، وبعدها تنشرها بأي مكان تبي. وأيضا الكاميرات تصور بميزة الـ HDR. ومن الأشياء الجميلة أنك إذا صورت الفيديو من خلال التليفون، من خلال الجاليري الخاص بالجهاز، مجرد ما تضغط على إدت راح يدخلك على برنامج مشابه لبرنامج إنشوت أو كيوت كات، برنامج مونتاج كامل مجاني بالجهاز بدون ما تحتاج أنك تنزل أي برنامج إضافي. كل الأشياء تقدر تسويها من خلال هذا البرنامج، وبعدها تقدر تختار خيارات الإكسبورت، تقدر تسوي صورة متحركة، تقدر تسوي إكسبورت على 4K، وأيضا تقدر تحدد عدد الإطارات في الثانية. يعني برنامج مونتاج متكامل داخل الجاليري الخاص بالجهاز. بطارية الجهاز تعتبر بطارية عملاقة 5000 ملي أمبير، وداخل العلبة راح تحصل الشاحن، مو نفس أغلب الأجهزة اللي بدأت تشيل الشواحن من العلبة، وقوة الشاحن اللي موجود بالعلبة 66 واط، يعطيك شحن سريع. الجهاز يشغل شريحتين فعليين، أو واحدة شريحة عادية وواحدة شريحة إيسم. وأيضا الجهاز يدعم 5G، طبعا خدمات جوجل موجودة على هذا الجهاز، البلاي ستور موجود، تقدر تنزل البرامج بشكل طبيعي. والجهاز يحتوي على بصمة بالشاشة، وأيضا في ميزة الـ NFC، بما يعني أنه راح تقدر تدفع عن طريق الأندرويد باي. أغلب الأشياء اللي موجودة بالجهاز أشياء جميلة. العيب الوحيد اللي شفته في هذا الجهاز أن السماعة مو بنظام ستيريو، بما يعني أنه لما تشغل الفيديوهات الصوت راح يطلع من سماعة واحدة اللي هي بالأسفل، ولكن الصوت ما يعتبر ضعيف، بس بالنهاية الصوت مو ستيريو من الجهتين، لا من جهة واحدة. وذيت للشيء المميز جدا بهذا الجهاز، ان هذا الجهاز يبدأ سعره من 69 دينار الى 85 دينار، بما يعني انك تاخذ جهاز بمواصفات رائدة ولكن بسعر اقتصادي. كتبوا لنا رايكم بالجهاز بالاسفل، والناس اللي ناطريننا على فيديوهات اليوتيوب الطويلة ردينا لكم. شنو حابين تعرفون من مواضيع جديدة كتبوا لنا ايضا بالاسفل. لا تنسون اللايك والشير، ونشوفكم على خير. سلام.
انت بتعرف عيالك معلومه الكل لازم يعرف. تعال خل اقول لك، امك سمعت بخدمه اسمها جوجل عندها موقع منافس لشات جي بي تي اسمه بارت، راح